أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة البقرة، وبعد أن ذكر الله جل وعلا الطوائف الثلاث في هذه السورة، ثم تخلل ذلك ذكر بعض الأحكام الشرعية مثل مسائل الحج، عاد السياق سياق سورة البقرة للحديث عن وجوب الدخول في الإسلام كافة والتزام ذلك. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وسبق أنني ذكرت لكم بأن نداء الله عز وجل للذين آمنوا يعقبه ذكر شيء عظيم، ولذلك الأسماء تصغى لهذا التوجيه الإلهي الرباني، كما قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهنا إذا تأملنا هذه الآية نجد بأن الله تعالى أمر أهل الإيمان بأن يدخلوا في الإسلام كافة، وجاء نداء أهل الإيمان أولاً، ثم ذكر الله جل وعلا أمر الإسلام ودعا الناس جميعاً إلى الدخول في الإسلام. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا، فعل أمر ادخلوا في السلم كافة. وفي السلم قراءتان: السلم والسلم، ومعناهما واحد كما نص على ذلك كثير من أهل العلم من أهل التفسير. ومن أهل العلم من فرق بين قراءة الكسر والفتح، والذي يظهر أن المعنى واحد، وهو يشمل الإسلام جميعه وجميع أحكام وشرائع الإسلام. ادخلوا في السلم كافة. ذكر العلماء بأن الآية هنا تفيد من خلال هذا الأمر أن يدخل الناس جميعهم في الإسلام. وهناك وجه آخر من أوجه التفسير ذكره كثير من أهل العلم: ادخلوا في السلم كافة، يعني التزموا جميع أحكام الإسلام، التزموا جميع أحكام الإسلام.
وكلا المعنيين يعني مناسب لهذا السياق. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ثم أمر جل وعلا ونهى، ثم نهى جل وعلا عن تتبع أو اتباع خطوات الشيطان، قال ولا تتبعوا، ولا هنا ناهية، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نهى الله جل وعلا المؤمنين من اتباع خطوات الشيطان، والخطوات جمع خطوة، والمقصود بخطوات الشيطان تسويل الشيطان ومكر الشيطان وكيد الشيطان. فالشيطان لا يأتي الناس ويأمرهم بالمعصية مباشرة، وإنما يأتيهم خطوة خطوة. ولو قال للناس أزنوا ما زنوا، ولو قال لهم اشربوا ما شربوا، وإنما يأتيهم بالتسويل والتهوين والتهويل وشيء من هذا القبيل مما ذكره الله عز وجل. وجاء مر معنا أيضا تفسير الخطوات في آيات سابقة أظنها في الستينات من هذه السورة. لا تتبعوا خطوات الشيطان، والشيطان المقصود به هنا جنس الشيطان، جنس الشيطان، ويشمل إبليس وذريته، لأن إبليس عدو مبين. ولذلك قال تعالى إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين. وأن العداوة عداوة الناس إما أن تكون بينة وإما أن تكون خفية. بالنسبة للشيطان عداوته بينة لا لبس فيها، ولذلك هو أقسم بعزة الله منذ الأزل أنه سيضل بني آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، واستثنى قال إلا عبادك منهم المخلصين. الله جل وعلا يبين لنا بأن الشيطان عدو، ونهانا عن اتباع خطواته، فللشيطان خطوات، فلا يأتي الناس فيأمرهم بالمعصية مباشرة، وإنما يأتيهم خطوة 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 خطوة. ولذلك تجد من يقع في الكبائر إنما كان وقوعه في الكبائر عبر ذرائع ووسائل وخطوات هي من الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن خطوات الشيطان إضعاف المسلم عن الاستجابة لله عز وجل ولأحكامه ولشرعه ولدينه ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمجموعة من التسويلات وبمجموعة من الوسوسات وبمجموعة من التوهينات أيضا. فلربما بث جنود وهنه أو توهينه وتضعيفه في نفوس كثير من المسلمين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأكد هذا بقوله إنه، وأيضا بقوله لكم، دل هذا على خطورة عداوة الشيطان، وأنه عدو لا يفتأ في الفتك بابن آدم. ثم قال جل وعلا فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. زللتم يعني أخطأتم ووقعتم وزلقتم في الطرق التي حرمها الله عز وجل. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، جمع بينة، وهي الأمر الظاهر مما أنزله الله عز وجل، وليس هناك أعظم بيانا من القرآن الذي بين أيدينا، قد حفظه الله تكفل بحفظه بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فاعلموا أن الله عزيز حكيم، وهذا ختم الآية بهذين الاسمين، فيه تهديد يقلقل القلوب ويفزع من لديه أدنى مسكة إيمان. ولذلك قال جل وعلا فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. والله جل وعلا له العزة الكاملة، عزة القهر وعزة القدر، وأيضا حكيم سبحانه وتعالى، لا حكيم سبحانه وتعالى، فاجتمع هذين الاسمين. فإن الله، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، غالب جل وعلا، قاهر قادر علي،
سبحانه وتعالى وحكيم أيضا، فقهره بحكمة سبحانه وعز. ثم قال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون يعني هل ينتظرون، لأن لفظة النظر إذا لم تعد بإلى فإنها تفيد الانتظار عند أهل العلم من أهل اللغة، وأما إذا لم تعد فإنها تفيد الانتظار، وإذا عديت تفيد النظر بعيني الرأس، تفيد النظر بعيني الرأس. هل ينظرون يعني هل ينتظرون، والاستفهام هنا استفهام إنكاري مشبع بالتهديد الوعيد، وقد دل على ذلك آخر الآية أيضا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ظلل جمع ظلة من الغمام وهو السحاب، والملائكة يعني وتأتي الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. والمعنى هل ينظر هؤلاء الذين خالفوا أنبياءهم ورسلهم وناكفوهم وبارزوهم العداوة ينتظرون أن يأتي الله، هل ينتظرون حتى يأتي الله عز وجل يوم القيامة للقضاء بين الخلق وبين العباد؟ ثم قال جل وعلا: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وفي هذه الآية إثبات مجيء الله سبحانه وتعالى، وهذا من الصفات الاختيارية التي يثبتها أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، من دون التعرض إلى كيفية الصفة، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك الإتيان والمجيء والاستواء والنزول هذا كله مما هو ثابت لله عز وجل، وأهل السنة والجماعة قاعدتهم في هذا إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. ولذلك هنا الآية على ظاهرها كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة: هل ينظرون ينتظرون إلا أن يأتيهم الله، هذا فيه إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، وجاءت صفة المجيء أيضا ثابتة لله في السنة: أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وجاءت نصوص كثيرة في هذا المعنى: وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني صفة المجيء أيضا جاءت في القرآن، أنا قلت في السنة أيضا لكن هي في القرآن وأيضا في السنة: وجاء ربك والملك صفا صفا وإلى الله ترجع الأمور. والمعنى أن جميع الأمور إلى الله مردها ومرجعها، فإلى الله الرجعى وإليه المصير، والناس مرجعهم إلى الله عز وجل. ولا شك بأن من تأمل هذه الآية وجدها مشتملة على تهديد شديد ووعيد أكيد على هؤلاء الذين خالفوا أنبياء الله ورسل الله عز وجل، ولم يدخلوا في السلم كما دخل أهل الإيمان، وإنما عبدوا غير الله وحكموا أهواءهم واتخذوها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. فماذا ينتظرون؟ يعني ماذا ينتظرون وهم يرون الأمم السالفة والقرون الخالية الذين أجر الله عز وجل أنزل الله عز وجل فيهم من العقوبات ما جعلهم آية من آياته سبحانه وتعالى، لكن القلوب إذا قست وتحجرت لا تنفع فيها الآيات والنذر، عافانا الله وإياكم. ثم قال جل وعلا: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. سل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وقيل لجميع من هو متبع للنبي عليه الصلاة والسلام،
وليس المعنى وليس المراد سؤالهم حقيقة، ليس هذا هو المراد كما يذكر أهل العلم سل بني إسرائيل، لأن هذا متقرر عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة الكرام وعند أهل الإسلام، لكن هذا من باب الإنكار على هؤلاء القوم، الإنكار على هؤلاء القوم، كقولك للرجل الذي مثلا حذرته من أشياء ووقع فيها ثم عاد ثم عاد، تقول لمن يعلم حاله سل هذا، فما يذهب يسأله، إنما هذا من باب التوبيخ والتقريع. قال تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، الآية هي العلامة، الآية هي العلامة، والمقصود بأن الله تعالى جعل في هذه الأمة آيات وعبر، ولذلك ليس في أمة من الأمم من الآيات والعبر مثل بني إسرائيل. والمقصود هنا سل بني إسرائيل أهل الكتاب الذين كانوا في المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كم آتيناهم من آية بينة، يعني آتينا أسلافهم من آيات بينات واضحات تدل على وحدانية الله وعظمة الله وعلى صدق أنبيائهم موسى وعيسى صلى الله عليهما وسلم، ثم مع ذلك لم يستجيبوا لله ولا لأنبياء الله. ومضى معنا في سورة البقرة مجموعة من الآيات، ومنها قصة البقرة مثلا، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة آية، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك ضرب موسى البحر فانفلق، وضرب الحجر فانفجر منه الماء، وكذلك رفع الطور فوقهم كأنه ظلة، وكذلك ما حصل لهم من الصعق ثم أحياهم الله عز وجل، آيات آيات عجيبة. موسى يدخل يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يستجيبوا على عظم هذه الآيات. ثم قال جل وعلا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. من يبدل نعمة الله، قيل النعمة هنا الإسلام، قيل النعمة هنا الإسلام، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، لأن الله تعالى هو الهادي سبحانه وتعالى وهو المعطي سبحانه وتعالى، فإذا أعطى الله جل وعلا أحد النعمة ثم بدلها هذا دليل على كفرانه لهذه النعمة. ولذلك قال جل وعلا فإن الله شديد العقاب. وانظر إلى التعبير القرآني ومن يبدل نعمة الله، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ولذلك ما بدل أحد نعمة من نعم الله إلا وأعقب ذلك أعقبه ذلك ضلال والعياذ بالله. فانظر إلى من بدل نعمة الإسلام، استبدل هذه النعمة بماذا؟ بعبادة الأوثان وبالشرك بالله عز وجل وبمعصية الله سبحانه وتعالى. كذلك بقية النعم، ما من أحد يبدل نعمة من نعم الله إلا والله عز وجل يورثه ضدها، يورثه ضده. والعلماء يقولون ما يعني ما من نعمة تنقشع من مكانها بسبب كفران أهلها إلا وتزول ولا تعود، يعني تنقشع وتذهب ولا تعود، ومعلوم بأن النعمة إذا زالت أعقبها ما هو ضدها. قال من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، فالله جل وعلا شديد العقاب، وإذا أخذ أخذه جل وعلا أليم. ثم قال جل وعلا زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين للذين كفروا، إذن هناك من زين لهم، زين للذين كفروا، قيل الشيطان، وقراءة زين للذين كفروا قيل بأنها شاذة. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، وهذه هي حالة الذين كفروا، ولذلك تجدهم يخلدون إلى الأرض والدنيا تأخذ من قلوبهم أخذها وتستولي عليهم استيلاء كاملا. والدنيا أصلا زينها الله عز وجل، لكن
هؤلاء زينت لهم الدنيا بحيث أنها أصبحت قبلتهم، لا يبغون عنها حولا ولا يرضون بها بدلا. قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، حتى إنهم وصلوا إلى قول: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وأما الدنيا فالله تعالى زين ظاهرها وجملها، لكن هؤلاء زين لهم الشيطان الحياة الدنيا حتى استولت عليهم. ثم قال تعالى: ويسخرون من الذين آمنوا. وهذه عادة القوم الكافرين منذ قديم الزمان، فما من نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل إلا واستهزأ به هؤلاء القوم. ويسخرون أيضا بأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: ويسخرون من الذين آمنوا. وقد ذكر الله جل وعلا صور سخريتهم في مواطن كثيرة في القرآن، في سورة المطففين وفي سورة الأنبياء وفي بقية السور يسخرون، إما باللمز وإما بالهمز وإما بالتلقيب، مثلا يلقبون أهل الحق يلقبونهم بالصابئة مثلا صبعوا، أو مثلا يصفونهم بأوصاف بالأراذل مثلا بالأراذل وغير ذلك من الأوصاف والألقاب التي سجلها كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وهنا رد الله جل وعلا عليهم بقوله: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وهذا الوقف لازم كما لا يخفى عليكم، ويسخرون من الذين آمنوا، الوقف هنا لازم. قال: والذين اتقوا، يعني اتقوا ربهم جل وعلا، فوقهم يوم القيامة. فوقهم يوم القيامة يعني في عليين في الجنان، وهؤلاء في أسفل السافلين في الدرك الأسفل من النار، أو في النار أو في دركات النار على حسب أجناسهم وعلى حسب اعتقاداتهم. قال: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ولذلك الله عز وجل يرفع أهل الإيمان في الجنة ويضع أهل الكفران في النار. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، وهذا لا شك بأنه تعويض لأهل الإيمان عما يلاقونه من السخرية ومن الاستهزاء ومن المكر والكيد من قبل الكافرين في الدنيا، إن الله تعالى يعوضهم بجنة عالية، ولذلك يكونون فوقهم يوم القيامة. حتى جاء في سورة الصافات بالنسبة للرجل الذي كان له قرين، قال: فاطلع، والاطلاع يكون من أعلى، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فدل هذا على أن الله تعالى يرفع أهل الإيمان وأهل التقوى رفعة حسية ورفعة معنوية، ويضع أهل الكفران والإشراك وضعا أو ضعة معنوية وحسية في جهنم، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال جل وعلا: والله يرزق من يشاء بغير حساب. والرزق في الدارين، رزق في الدنيا ورزق في الآخرة. أما الرزق الدنيوي فالله جل وعلا يرزق المسلم والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي، ولذلك الله عز وجل رزقه عام وله الحكمة البالغة في هذا. وأما يوم القيامة فلا يرزق إلا أهل الإيمان، يرزقهم الجنة، وأعظم ما في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى، رزقنا الله وإياكم رؤيته. وفي الدنيا أيضا هناك رزق معنوي وهو الرزق الإيماني، فالله جل وعلا يرزق من يشاء رزقا إيمانيا معنويا قلبيا، وهذا لا يكون إلا لأهل الإيمان. ولذلك تجد عند أهل الإيمان من أفراح القلب ما هو معلوم، يتلذذون بهذا النعيم الذي رزقهم الله سبحانه وتعالى إياه. ثم قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة، قيل كانوا أمة واحدة على الضلال،
على الضلال، يعني بعدما انحرفت البشرية بعد آدم بعشرة قرون انحرفت البشرية، كانوا حنفاء فاجتالتهم الشياطين، فكانوا أمة واحدة على الضلال، أطبق الضلال على وجه الأرض. ثم بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. الوجه الثاني من أوجه التفسير على عكس هذا القول، كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد والإيمان وليس بينهم اختلاف، ومدة عشرة قرون، مدة عشرة قرون، الحديث حديث ابن عباس في البخاري بين آدم ونوح عشرة قرون، فكان الناس أمة واحدة، أمة واحدة، هذا القول الثاني أو الوجه الثاني. الوجه الأول ذكرت أنا كان الناس أمة واحدة على الضلال بعد عشرة قرون، يعني بعد عشرة قرون، ولذلك ذكر العلماء هذين الوجهين في كتب التفسير، والذي يظهر والله أعلم أن الراجح هو الثاني، كان الناس أمة واحدة، عفوا كان الناس أمة واحدة، الراجح هو أنهم كانوا على التوحيد والإيمان، كان الناس أمة واحدة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني بعدما حصل الضلال، كان الناس أمة واحدة على الفطرة، على الفطرة كما جاء في الحديث إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين، فكانوا على الفطرة السليمة، ثم انحرفوا، وبداية الانحراف كما في حديث ابن عباس في الصحيح عندما عبدوا الأصنام كانت بدايتها الصور. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، بعث الله النبيين، النبيين جمع نبي، وقيل النبي مأخوذ من النبوء والارتفاع، وقيل من النبأ وهو الإخبار، ومبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاعهم بالجنة، ومنذرين من عصاهم بالنار، وطاعتهم هي من طاعة الله، ومعصيتهم معصية لله عز وجل، ولذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذه دعوة الأنبياء، دعوة الأنبياء البشارة والنذارة، البشارة والنذارة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم قال جل وعلا وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأنزل معهم الكتاب يعني مع هؤلاء النبيين، والكتب ليس لها حصر ولا عدد، وما ذكره الله تعالى في القرآن كم؟ ها؟ التوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، ها؟ والقرآن، القرآن العظيم الذي بين أيدينا. إذن أنزل معهم الكتاب، وهناك كتب كثيرة لكن الله لم يذكرها، ونحن نؤمن بها، والإيمان بالكتب على قسمين، إيمان بالكتب على سبيل الإجمال، وإيمان بالكتب على سبيل التفصيل. وعلى سبيل التفصيل منها ذكر أسمائها، قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، قالوا بأن هذه العلة، أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم، اللام قيل تعليلية، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم قال جل وعلا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، بغيا بينهم، ولذلك حصل عدوان وبغي عند أهل الكتاب، وقد أنزل الله عز وجل عليهم كتبا سماوية وأرسل إليهم رسلا من أنفسهم، ومع ذلك بغوا واختلفوا وافترقوا. وقال جل وعلا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهدى الله الذين آمنوا، قيل الصحابة وقيل أهل الإسلام، هداهم الله عز وجل لما اختلف فيه من سبقهم، اختلفوا في أنبيائهم ورسلهم، اختلفوا في ما لله عز وجل من الحق، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهذه هداية التوفيق وهي بيد الله عز وجل. ولذلك قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما هداية الدلالة فبيد من؟ بيد الأنبياء والعلماء
وجميع الناس هداية الدلالة والإرشاد. قال سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة، هداية الإرشاد. وأما هداية التوفيق فبيد الله، ولذلك هنا ردها إلى مشيئة الله، قال: والله يهدي من يشاء من يشاء. فالكل لا يخرج عن مشيئة الله تعالى القدرية إلى صراط مستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الجنة، الإسلام. هدى الله من يشاء من أهل الإسلام، هدى الله إلى الإسلام من شاء سبحانه وتعالى. والإسلام يسمى الصراط المستقيم كما ذكر ذلك أهل العلم. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.